المحل معروف هنا من 2008. حنا خدامين كنديروا طيبوا باركان ونطيبوا بزيت العود ونطيبوا بالفاخر بلدي بحنس بلديه، وكنجيبوا معزي اللحم جديد، المعزي جديد والدجاج بلدي كما كتشوفوا. وحنا معروفين وكنطيبوا ونقي المحل وكنخدموا مع الناس ديال البلاد والناس البرانيين. باعتبار ان سلبي هذه منطقه ديال العبور وهذا، يعني شكون الفئات اللي كيجوا عندك الناس هنا؟ الناس كيجوا الناس فلاحه، كيجوا الناس موظفين، كيجوا الناس من كل جهه. وبالنسبه للاستقبال على حسب اللي شفنا انه كاين محلات خاصه بالعائلات، كاين محلات خاصه بالعائلات كنجيو نستقبلهم تما، كاين اللي يجيب وليداته وكنسترو تما ويتغداو وكيمشي على خاطرو. شنو المتواجد الاكثريه اللي كيخرج؟ واش بنقول لك، كاين بزاف الدجاج البلدي اللي كيخرج عندي انا بزاف، والمعزي هما مقاربين شويه، اما المعزي اما الا كل يوم المعزي ولا شي حاجه كياكل اليوم الدجاج البلدي. وهذا المعزي البلدي ديال البلاد؟ ديال البلاد، هي ديال الصويره. كلشي الدجاج ديال الصويره والمعزي ديال الصويره. كدرتو مع الكورونا دابا؟ الكورونا الحمد لله شويه، راه الناس دابا كيخرجوا شويه وسميتو شويه بعدا، ماشي كما كان في الاول كيما الزيار، دابا نفس شويه القضيه، فكان كاين شويه لا كريز ولا شي حاجه واحد كيكوفري على الاخر. هي كان عندي الداودي عبد الله الداودي، وكان عندي عبد الله الستاتي الستاتي، وكان عندي الداودي عبد الفوا، وكان عندي بي البيج، وكان عندي نعم هي ونزهه بدوان، وكاع الناس مصطفى يخلف ومصطفى يخلف تاهو. حق هذا المحل ديال الحبيب هو واحد المحل اللي هو معروف سيدي بيبي، ومعروف بالطواجن وداك الشيء كلشي بلدي. يعني كاين حتى لو سيرفيس، كاين السيرفيس مزيان، الناس اللي كيجيو كيتمتعوا بهاد الماكله ديالو، وفيها التقاليد ديال البلاد والطاجين كيرمز لهذه المنطقه هذه.